ابتداء يعني محافظة نينوى هي من يعني ثاني محافظة من حيث عدد السكان، تجاوز عدد سكانها 4 ملايين نسمة، وهناك زحف معروف يعني نحو المدينة من قبل أطراف المحافظة بسبب إهمال الخدمات الموجودة في الريف وإهمال الريف، هذا أدى إلى أنه التركز السكاني يكون في محافظة نينوى. وكما نعرف يعني بعد عمليات تحرير الموصل هناك الجانب الأيمن تعرض للدمار والتخريب، أيضا حدث نزوح داخل مدينة الموصل نحو الجانب الأيسر. تركيز اليوم التركيز السكان وتركيز الأمرار كما معروف في الجانب الأيسر وباتجاه الشمال والشرق من مدينة الموصل. فنلاحظ أن هذه المناطق المحصورة في الجانب الأيسر في اتجاه الشمال يعني هناك تركز عليها، هناك طلب كبير عليها من جميع أنحاء محافظة نينوى، وأدى إلى ارتفاع الأسعار في هذه المناطق، لكن ليس في عموم المحافظة الأسعار مرتفعة. لاحظ في الجانب الأيمن الأسعار أقل، كلما اتجهنا نحو الجنوب ونحو الغرب تنخفض أسعار الأراضي بشكل عام، الأراضي السكنية والعقارات. وهذا طبعا هناك سوء خلل وسوء إدارة في الخدمات البلدية، نحتاج إلى إعادة توزيع الخدمات البلدية باتجاه الساحل الأيمن وباتجاه الجهة الجنوبية. كذلك يعني موضوع الاستثمار في العقارات، لا زال هناك أيضا يعني عراقيل إدارية وبيروقراطية باتجاه يعني الاستثمار في الجانب العقاري. والله السبب أنا أقول لك، أولا يجي بالبداية ارتفاع الدولار أولا، ثانيا احنا عندنا اكو ناس يسموهم المستثمرين وما مستثمرين، يجون يعرضون علينا انه يريد يشتري بيش ما كان، فهذا يصعد السوق على الناس، يعني على الانسان اللي عنده مثلا بيت يريد على المواطن يريد يشتري له بيت ما بعد يقدر، يقول لك دفع لي فلان كذا المبلغ، فهذا سبب الصعود. والله تنزل الاسعار في حاله توزيع قطع اراضي او مجمعات سكنية، بنازل مجمعات سكنية يعني يقومون الحكومة مثلا أو الجمعيات توزع مثلا بالتقسيط بالكذا. طبعا هذا الموضوع مهم، نعاني احنا من سكان مدينة الموصل، هذا افتقار للبناء العمودي والبناء الحديث، وإضافة الأراضي الزراعية اللي تحولوها لسكنية، هاي أهم تأثير لها على البيئة. الحلول والله هو يعني إحنا هسه إحنا يعني إحنا كنعاصر التكنولوجيا، فلا بد من بناء العمودي، العماير والشقق المعرف إيش المجمعات، التوزيع على المواطنين الموظفين. قبل مثلا كان إنه العراق مثلا الموظفين يوزع أراضي على مساحة 300 متر أو 200 متر، يستطيع المواطن الموظف أن يبني بيها بيت ويأخذ مساحة، ومساحة عنده خضراء حديقة يزرع بيها سجر، هاي هم تأثر على البيئة. فاليوم إحنا الدولة ما توزع لا أراضي لا توزع فد شيء، على الأقل لو تبني مجمعات سكنية وتوزع للموظفين.